صباح الخير، أهلا بالجميع اللي عم بيسمع هالفيديو اللي هو الفيديو الأول من سلسلة المعرفة في إدارة المشاريع. حبينا نبلش هالسلسلة بالفيديوهات القصيرة لنشارك بموضوع المعرفة عن إدارة المشاريع، بالإضافة إلى الفيديوهات اللي عم ننزلها باللغة الإنجليزية تحت الآي سمايل سيريز. اسمي منير عجم، أنا اختصاصي وتلميذ بإدارة المشاريع والمدير التنفيذي مؤسس شركة سكاد الموجودة بدبي، مركزها الأساسي بدبي من سنة 2004. سكاد هي شركة مختصة بعلم إدارة المشاريع، ونقدم استشارات وتدريب للشركات وأفراد بعلم إدارة المشاريع. إذا بتحبوا تتعرفوا علينا أكثر، فيكم تفوت على الويب سايت الشخصية تبعيني اللي هي www.munirajam.com munirajam.com. أما الشركة هي سكاد www.sukad.com. في مثل يوناني قديم بيتكلم عن موضوع المعرفة، نحن بدنا نسمي هالمجموعة من الحلقات المعرفة بإدارة المشاريع. بيعرف عن المعرفة إنه المعرفة قوة، ولكن من حوالي 60-70 سنة إجا فيلسوف مفكر سوري ومبدع أنطونس عادي، ورأيه كان إنه موضوع المجتمع معرفة، المعرفة قوة، عدل فيها وزاد عليها المجتمع معرفة. المقصود بهالتعديل هو انه المعرفة بحد ذاتها اذا كانت فردية بالطبع هي مفيدة، بس ممكن تتحول لنوع من الفردية والانانية اذا ما استخدمت لخدمة المجتمع. والمجتمع هون ممكن نحدده بالمتحد المصغر من القرية للمدينة، اما المتحد الاكبر اللي ممكن نعرفه كوطن او بالامة. من هالمنطق هذا يعني المعرفة قوة والمجتمع معرفة، يعني نحن المقصود فيه هون المجتمع معرفة انه معرفة المجتمع بأفراده بخير المجتمع. طبعا هي موضوع معقد اكثر من هيك، بس عم نجرب نبسطه قدر الامكان. اذا بنحول الفكرة المجتمع معرفة لهو المتحد لمؤسسات اللي كانت قطاع حكومي اما خاص اما شركات غير ربحية ولا شركات غير حكومية مثل NGOs، اي مؤسسة ولا منظمة تعمل على الارض بتشتغل بمشاريع نعتبرها هون نحن هدول المتحد. وهون بنركز نحن على فكرة المجتمع اللي هي المتحد، اما المؤسسة انه المعرفة الشخصية بغض النظر قديش الانسان تطور بفكره وعبقريته واخذ شهادات واخذ professional certification من كان مع البي ام اي ولا اي بي ام اي ولا مع اي منظمة بإدارة المشاريع، هذا كله ما بفيد إذا ما توظف من داخل المؤسسة. مشان هيك نحن نركز على موضوع إنه علم إدارة المشاريع هو معرفة، بس هو كمان معرفة تطبيقية، يعني applied، نعتبر نستعمل كلمة applied learning اللي هي بالنهاية نحن بحاجة لنطبقها من ضمن المؤسسات، كمان بحاجة لتطبيقها. يعني علم إدارة المشاريع هو مش علم نظري، يعني إذا بدنا نخليه علم نظري مثل ما قلنا ما استفدنا شيء. بالنهاية ممكن كتير شركات ومؤسسات تبعت كتير من الموظفين أو ياخذوا شهادات وبالنهاية ما بيقدروا يطبقوها بمؤسساتهم لأنه المنهجية داخل المؤسسات هي غير متطابقة مع الشركات ولا العلم اللي أخذوها الأشخاص، ولا هالأشخاص هن لسبب من الأسباب ممكن يكون من ضمن عدم القدرة ولا عدم الخبرة الكافية ولا حتى الأنانية الفردية أنه ما يقدروا يطبقوا هالمعلومات بشركاتهم. مش هناك نحن هنبلش هالمجموعة من الفيديوهات القصيرة اللي هي هتكون 4-5 دقائق 6 دقائق ماكسيموم، لندخل بمواضيع معرفية بإدارة المشاريع بجميع المواضيع، مو بس بإدارة المشاريع، كمان بعلم الإدارة والإبداع والريادة والتخطيط الاستراتيجي. أي موضوع ممكن يفيد بمجتمعنا يفيدنا مؤسساتنا مجتمعنا أمتنا وطننا نحن هون حندخل فيه. مثل ما قلنا المعرفة الفردية لا بتكفي لأنه ممكن الإنسان يحفظ موسوعات بس ما يقدر يطبقها، مشان هيك نحن بحاجة للتطبيق. مشان هيك بختام هالفيديو القصير أول فيديو التعريفي
اي اذا اي شخص عم بيسمع هالفيديو بحب يسأل، عنده اسئله مواضيع حب يدخل فيها، متمنى عليكم تبعتوا لنا ايميل، ترسلونا عبر البيرسونال سايت، اما عبر انفو اتسوكاد ولا منير عجم اتسوكاد، منير ضعف عجم اتسوكاد، ونقدر نطرحها بمواضيع فيديوهات مستقبليه. هلا فينا نقول شكرا لاستماعكم، وبتمنى انه هالمجموعه من الفيديوهات تفيدكم. فينا نقول بانه اليوم 31/12/2016، كل عام وانتم بخير، وبتمنى للجميع سنة مباركة وكل حق وخير وجمال. شكرا.